بالفعل ناحية مباشرة إلى مرباح أخرى لبودربا المدرسة في البودردة إلى إبارة يدخل إبارة يدخل إبارة وصل يضيع جانبية كرة في العمق خطيرة من هذا اللاعب إبارة تنفذ المخالفة الورتاني يدور راح يسدد صعبة لكن عالية نوعا ما عن نطاق الحارس زيماموش دور لكن يشوفوا في تسجيل أهداف ياسمي لكن خروج الحارس زيماموش الكبيرة بودربال يحاول يراو يمرر إلى مزيان بودربال ترجع له الكرة إلى إبارة ما يتحكمش في الكرة جي سبق له وسجل أهداف على في مثل هذه الوضعية ثم بن يحيى شفا يا أمام الحارس كايا لكن الكرة ناحية مزغراني إلى بودربال ماذا يفعل بودربال يدور بودربال يراو بودربال يأتي اللاعب الثاني ثم يمرر ربما الهدف الأول بالفعل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من بودربال إلى بالخماسة وإبارة يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 44 دخلنا الدقيقة 44 وفرحة كبيرة لجمهور اتحاد العاصمة شوف بودربال يعني مراوغات شوف مراوغات وخذ المعلومة شوف اللي أطلب الكرة من بالخماسة بالخماسة لما يعني كان تمريرة في الأرض كان بإمكانه تسجيل بالخماسة لكن كان خرج شوف يعني لقطة جميلة من طرف الاتحاد يعني لقطة ثلاثية شوف هنا كان خرج المدافعين خذ المعلومة أنه طلب الكرة بالخماسة وشوف تمريرة بالخماسة يعني على طبق لعبارة الكرة الثابتة ناحية الهجوم تدخل الدفاع شافاي للركنية العرفي وعودة حذاري من مزيان يفتك الكرة أمامه بلغيت مزيان واش ضيع مزيان كان وجه لوجه أمام الحارس بهذه الكرة مباشرة إلى سهلة تنفذ بسرعة إبراهيمي توزيعة ثم الحارس زيماموش هاي حل من الحلول طويلة ناحية الهجوم دائرية شفعي مساء ثم تمريرة جميلة تسديدة رائعة باليسرى تمريرة من سعيود جميلة جدا بن شاعة ما انتظرش كثير سدد مباشرة ذكي جدا هذا اللاعب حتى السرعة بن شاعة شوف كيفاش طلب الكرة يعني بالرجل اليسرى تسديد نهاية المباراة بفوز فريق اتحاد